هل هناك فعلا تدخل دولي لافتعال هذه الأزمة دون ضلوع كل الأطراف السياسية الداخلية في لبنان دكتورة منى؟ يعني هذه مقولات للتعمية. المجتمع الدولي الآن يضغط على لبنان لكي يقوم بالإصلاحات ولكي ينتخب رئيس جمهورية. سياسة الدعم كانت عقيمة. بدد المصرف المركزي هذا الاحتياطي عبر سياسات الدعم، دعم المحروقات. لبنان يفقد ما تبقى من احتياطي في مصرف لبنان. الدائرة الحاكمة أو المنظومة منقسمة فيما بينها. من دون الاتفاق مع صندوق الدولي لن تأتي مساعدة إلى لبنان. ليس هناك من جهد إطلاقاً من أجل التوصل إلى اتفاق عملي مع صندوق النقد الدولي. حزب الله يعرقل لأنه يريد المساعدات من دون هذا الاتفاق. ماذا يستطيع المجتمع الغربي أو الدول الغربية أن تفعل لبلد هذا ما يجري فيه؟ هذه هي الطبقة السياسية التي اختار هذا الشعب اللبناني. أكثر من 80% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر.